حياتي بدون المسيح وأكون عايزة منه أمور أرضية فقط مثل شفاء أو احتياجات مادية أو نفسية، كيف أتحول إلى إنسانة أطلب السماويات والروحية؟ الله، يعني السؤال ده جميل جدا. يعني واحدة مش عايزة تبقى علاقتها بالمسيح له المجد مجرد تطلب حاجات مادية أو نفسية أو بتاع، لكن علاقتها به هي في السماويات مش مهتمية بها. السؤال ده رائع جدا، فعلا دي ملاحظة جميلة، إن في ناس كتير بتطلب من ربنا أمور أرضية، يا رب جوز لي العيال، يا رب اشفيني من المرض، يا رب نجح مش عارف العيال، يا رب دبر الأمور، ابعت لي فلوس، كلها حاجات، كل علاقتي بربنا طلبات 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 شخصية. طب أنا بطلب الله يملك على حياتي، ده مهم جدا، هل بطلب إن ربنا يمتعني بحضوره جوايا، إنه عايش يعيش معايا وأحس بوجوده في حياتي في صحوي وفي منامي، يبقى شخص المسيح شخص قدام عينيا بيبقى مديني شبع مخليني مش محتاج حاجة من حد؟ أحبائي، هل إحنا وصلنا لمرحلة الإحساس بوجود المسيح في حياتنا ولا لسه؟ دي محتاجة صلوات. المخدع بالذات هو أقرب وأضمن طريق يوصلني ويحولني لهذه الحالة الروحية، إن أنا أبقى شبعان بربنا ومتمتع ومتلذذ بحلاوة العشرة معاه. مجرد أن أقول ترنيم أبقى متلذذ بيها، أقول لحن، أقول التسبيح أبقى متلذذ بيها، أقول أي حاجة مهمة في الكنيسة أبقى أنا فرحان بعمل ربنا. التمتع بالحياة الروحية هو ده الهدف الرئيسي من وجود نبت ربنا. عشان كده قال لنا بنفسه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها ايه؟ نطلب ان يملك على حياتنا، يملك على حياتي، يملك على فكري، على حواسي، على بيتي، على اولادي، يملك على كل حاجه، في على مالي، يملك على كل حاجه، بيبقى هو الكل في الكل بالنسبه للرب يسوع. وبعد كده هذه كلها ايه؟ هتاخدوها بزياده. ده وعد، وعد صادق وامين، وبيحصل فعلا كده. المخدع عليك بالمخدع وعليك بكلمة ربنا في الكتاب المقدس. المداومة على قراءة الكتاب المقدس بنهم وباشتياق، زي ما قال في الكتاب المقدس وجدت كلامك كالشهد فايه؟ فأكلته بنهم. يعني الواحد يقرأ كلام ربنا مش كواجب أو فرض علي أو معرفي عايز أعرف، لا، أنا عايز أتمتع بصوت ربنا ليا في حياتي من خلال كتابه المقدس أقرأ فيه. سراج لرجلي كلامك ونور لإيه؟ سبيلي. السؤال بيقول ابني بيحب واحدة مش حلوة وعلى طول بيزعق لها وبيتخانقوا، يتخانق معاها وعايز يخطبها، هو عنده 25 سنة، أعمل إيه؟ قال له اعقل يا ابني. قال له اعقل، الجواز مش لعبة، الجواز مش لعبة. أما أنت بتتخانق معاها وتزعق لها من دلوقتي، أما لما تتجوزها هتعمل معاها إيه؟ أما كانش فيه حب وتفاهم واحترام من دلوقتي فترة خطوبة أو ما قبل الخطوبة، أمال في الخطوبة والجواز هيبقى إيه؟ هيبقى مد إيد بقى، دي مش حياة يا ابني. في ناس بكل أسف فاهمين الجواز غلط، فاهمين الجواز متعة جنسية، سوري خدامة جايبينها في البيت تأكله وتشربه بدل أمه، يجيب عيال. الجواز مش كده، الجواز سر مقدس، في الاتنين بيدوبوا في بعض، الاتنين بيحبوا بعض، الاتنين بيحترموا بعض، الاثنين بيخافوا على بعض، بيخافوا على مشاعر بعض. إذا فقد هذا، فقد الاحترام والحب والاحترام ده، ما بقاش جواز، ما بقاش سر مقدس خالص. عشان كده أحبائي، مرة واحد اتجوز وخلف ولد، فذهب إلى أحد الفلاسفة الحكماء كبار وقال له قل لي أيها الحكيم كيف أربي ابني أفضل تربية؟ فقال له قبل أن تتزوج بعشرين عاما. فهمتوا حاجة؟ السنة الجاية. بيقول له كيف أربي ابني أفضل تربية؟ قال له قبل أن تتزوج بعشرين عاما. يعني إيه؟ يعني ربي نفسك الأول قبل تتجوز بعشرين سنة عشان تعرف تتجوز وتربي ابنك كويس. مش 25 سنة ده يعرف إيه في الحياة لسه، يعني إيه خبرته في الحياة عشان يتجوز من دلوقتي يخطب من دلوقتي؟ اصبر يا ابني، اصبر، استعجلش على رزقك. بولس الرسول يا ابني مش انا اللي قال اريد ان تكونوا بلا هم مثلي. المتزوج يهتم فيما العالم كيف يرضي امرأته،
اصل لو ما رضاش مراته هتحول لحياته نكد وغم وفضايح، فلازم يرضيها. غير المتزوج يهتم فيما لله كيف يرضي الله، لكن المتزوج يهتم فيما العالم كيف يرضي مراته. قال كده معلمنا بطرس الرسول. مش الجواز هو السعاده يعني، ربنا يفرح قلبكم بالجواز، كنتوا عايزين تتجوزوا. لكن يقول الكتاب الذي يتزوج يفعل حسنا والذي لا يتزوج يفعل احسن 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 احسن. احبائي وعشان اتجوز لازم اكون مستعد نفسيا وروحيا وماديا سيكولوجيا، اكون مستعد لفتح بيت عشان اعرف اربي عيال. لكن دلوقتي بيتجوزوا عشان بنت حلوه عامله شعرها عند الحلاق حاطه ميك اب دمها خفيف، مش بيتجوز عشان يكون بيت محترم يحترم بيه نفسه ويحترم بيه اولاده ويربهم في خوف الله. اما انا وبيتي فايه؟ نعبد الرب. فين دي دلوقتي؟ فين دي؟ فقولي له ما يستعجلش على الجواز، قول له انت لسه سنك صغير، استنى لما يبقى فيه نضج في العواطف والمشاعر والاحاسيس ونضج مادي كمان، يبقى معاك قرش تبقى مرتاح. ما تخشش ده لما 25 سنه هيبقى معاه دخله ايه ده؟ دخله ايه ده؟ مراته لو حامل هيوديها للدكتور، هيصرف كام في الكشف؟ هيدي لها ادويه، هيجيب ادويه بكام؟ ومتابعه الحمل بفلوس، والولاده دلوقتي بقت مكلفه جدا زي ما بسمع بالالافات. كان زمان 1000 جنيه يولدوا واحده، ده دلوقتي بكام؟ بكام؟ مش اقل من 5 ولا كام؟ 20 20000 جنيه ولاده. طب قولي 10 على الغلابه. فشوفوا يعني، يعني جواز مكلف، هيجيب فلوسه كلها منين؟ وبعدين الولد الام ما بترضعش، عايزه لبن صناعي. شوف اللبن بقى غالي جدا، هترضعه لبن صناعي منين؟ هيجيب منين كل ده؟ ولا هيمد ايده يشحت بعد كده على باب الكنيسه ولا ايه؟ الجواز مش لعبه يا اولادي. قولي لابنك هتقولي بس اعمل له غسيل مخ. سؤال بيقول لو سمحت يا ابونا، الراجل في كل مشوار رجله على رجل مراته، رجله على رجل مراته، لا عيب يمشي رجله على رجلها في الشارع؟ حتى لو عايزه ملابس داخليه يروح معاها، حتى لو عايزه تروح لحد من قرايبها كاتم على نفسها في كل مكان، تعمل معاها ايه؟ خلع على طول. هو بيحبك جدا جدا، عشان كده بيغير عليك وخايف عليك. وبصراحه مش الشر اللي بيسمعه في العالم، فهو بيحبك لدرجه ان هو خايف عليك، مش عايز يدي الشيطان فرصه يلعب بمخك او بعينيك يعني. لكن طبعا دي معناه انه مش واثق فيك، ولازم تخليه يثق فيكي. ايه اللي يخلي الواحده تثق في جثه؟ تفتكروا ايه؟ تعرفين اقول لكم ايه؟ تبقى كتاب مفتوح ليه، تبقى كتاب مفتوح ليه. في ستات او بنات يجي لها تليفون، تروح واخده الموبايل وداخله بيه على اوضه، داخله بيه في اخر الدنيا في بلكونه تستخبى. طب بتتكلمي مستخبيه ليه؟ يعني انت وجوزك في البيت، او انت وابوك او امك في البيت، طب بتاخدي الموبايل لما يجي التليفون وتجربيه في حته بعيده ليه؟ عشان بتعملي حاجه ايه؟ غلط. تعملي حاجه غلط. لو بتعملي صح ما هتتكلمي قدامهم. لو الكلام محترم ومؤدب في حدود اللياقه بتتكلمي قدام اهلك، قدام جوزك. لكن اما تاخدي الموبايل وتطلعي بيه في حته تانية او تتوششي، الراجل يقرب منك عشان يحاول يسمع كلمه ما بيسمعش، يشك ولا ما يشكش؟ ده ما احنا اللي بنوصل الناس لكده، الزوجه اللي بتوصل جوزها انه ما يشك فيها او ما يثقش فيها، عشان كده رجله على رجلها. لكن تبقى كتاب مفتوح ليه، تبقى كل حاجه تعملها على المكشوف قدام، الى جوار انها تبقى يشوفها في البيت بتصلي، حتى الاشار على راسها واقفه تصلي، يشوفها بتفتح الانجيل وتقراه، يشوفها بتروح كنيسه وتتناول، يثق فيها ولا ما يثقش؟ يثق. تروح بقى لو في وسط 100 راجل ولا يخاف عليها منهم؟ صح ولا لا؟ انت اللي في ايدك تدي للراجل الثقه فيك، وفي ايدك تخليه يشك فيك. نبقى كتاب مفتوح. اتذكر مره بنتي الكبيره لما اتخطبت، فخطيبها جه يومين وقعد وراح فرنسا تاني وبتاع، فبقى بدا يكلمها من فرنسا. اول ما جه لها تليفون من عنده، احنا قاعدين في الريسبشن مع بعض، تروح واخده التليفون وطالعه بيه في اخر الريسبشن ومدينا ظهرها كده بجنب. انا رحت اطبق على نفسها قاعد جنبها من غير ولا كلمه، اروح قاعد جنبها. اصل الحركه اللي عملتها حركه ايه؟ تشكك.
حاجه تشك، ما تقرطنيش سوري يعني وانا قاعد جنبك في البيت، لا ده خطيبك ما تتكلمي معاه قدام ابوك، ايه المشكله؟ انت هتقول لخطيبك ايه كلام ابوك ما يسمعوش؟ اللي خلاص انتوا ضحكتوا يبقى خلاص عديها. المهم البنت بتبص لي قاعد جنبها، بابا في حاجه يا بابا؟ بتضحك كده، قال لا لا يا حبيبتي انا قاعد جنبك بس. هتقول ايه؟ مش عارفه تتكلم، مزنوقه. طب يا بابا في حاجه؟ قال لا انت في حاجه مضايقاكي؟ قاعد جنبك مضايقك؟ قلت لي بابا مش عارفه اتكلم. طب مش عارفه تتكلمي ليه؟ يبقى هتقولي كلام غلط، وانا مش هسمح لك تقولي كلمه واحده غلط لخطيبك طول ما انا عايش. لغايه ما تتجوزيه انتوا حرين مع بعض، يبقى انا خليت مسؤوليتي، لكن طول ما انت في حضن ابوكي تتكلمي بصوت مسموع اسمعك واسمعه. يا واقف بيقول لي كلام حب مش هرد عليه؟ هو كلام الحب كمان غلط يا بنتي؟ يعني اقول لك وحشتيني وتقول انت كمان وحشتيني انا هزعل؟ بالعكس هبقى مبسوط اني ارتبطت بيه، ايه المشكله؟ لكن لو الخطوط زادت عن كده ده في الكلام في خط احمر. ده انا جات لي شكوى النهارده صدقوني من واحده من ام، يعني مش بفش اسرار، يعني ده مش هذكر اي اسماء ولا اي حاجه يعني تبين مين اللي جالي، ان بنتها حبت واحد وخلاها صورت نفسها سوري عريانه وبعتت له الصوره، فبيزل فيها وبيبتزها وعايز فلوس وعايز وفضايح بقى. مين اللي غلطان، هو ولا هي؟ من التخبيه. طب صورت نفسها عريانه فين؟ حته فين؟ في بيت ابوها طبعا، يعني هتروح عند الجيران وتصور نفسها في بيت ابوها طبعا. دي معناها ان في امهات كتير مننا نايمين على ودانهم، مش عينين في وسط راسهم، مش واخدين بالهم من بناتهم. ما فيش حاجه اسمها البيت تقفل الاوضه على نفسها، مش اسمها البيت تقفل باب الاوضه على نفسها. تقفلها ليه؟ كان زمان بيلبسوا جيبات فبينكسوا، دلوقتي كلهم بنطلونات جوه وبره زي الرجاله. تنكسب من مين؟ في البيت تنكسب منه؟ تقفل الاوضه على نفسها ليه؟ لما يجي لها تليفون ليه الام ما تبقاش جنبها زي ما انا عملت مع بنتي كده؟ انا بتكلم عن واقع انا بعيشه. طبعا خلاص الواد كان بعد ما هيتجوز متاخر 6 شهور كان متجوز. امال ايه؟ احبائي مره واحده ثانيه في بنات خايبه بيزل فيها وفضحها مره واحده ثانيه كانت وحيده لاهلها، يعني بنت مدلعه يعني، وتقدم لها واحد دكتور. فالدكتور اعجب بالبنت دي، هي بنت اموره ولذيذه ودمها خفيف. فالمهم اعجب بها واتفقوا على الخطوبه وكده. فقالوا تبقى تعالى زورنا بقى وكده واقعدوا مع بعض عشان تعرفوا على بعض على مدى الخطوبه والجواز بعد سنه. ماشي. اول مره جه دخلوه الصالون طبعا. فاتحين باب الصالون ما بيقفلوش كويس. فهو طبعا هي الادب بتخليه هو يقعد الاول، اتفضل يروح قاعد على الكرسي ده. تروح هي قاعده على الكرسي ده اللي قصاده. فعدها اول مره. تاني زياره اتفضل قاعد على الكرسي ده، راح قاعد على الكرسي ده. فقال لها ايه حكايتك؟ انت ما بتقعديش جنبي ليه؟ قلت له ما انا جنبك اهو، هو الصالون اصلا كم متر يعني؟ ما انا جنبك اهو، ده ما فيش ما بيننا متر ولا متر ونص. قال لها طب ما بتقعديش جنبي مني ليه؟ على الكرسي اللي جنبي مني ليه؟ قلت له طب واقعد جنبك ليه؟ مش قادر افهم. قال انت خايفه مني؟ قلت له اخاف منك ليه؟ انا واثقه من نفسي. قالت له خلاص تعالي اقعدي جنبي. استفزها، راحت قايمه قعدت جنبه. قعد يتكلم معاها شويه، وبعد شويه راح مد ايده ماسك ايدها، راحت سحبه ايدها منه. بعد 5 دقائق تاني راح مد ايده يمسك ايدها، راح سحب ايده. قلت له بعدين معاك؟ انت هتقعد شويه تفعص في ايديا. قال لها في ايه حكايتك؟ قالت له حكايتي خلي العلاقه فيها احترام. العلاقه كده ما فيهاش احترام. انا ما اتعودتش على كده، ما احبش ابقى كده. المهم ايه، زعل جدا، تشك في اخلاقي مش عارف ايه. قالت له ما بشكش في اخلاقي بس ما بحبش كده، ما احنا مع بعض اهو بنحترم بعض ونتكلم مع بعض ونفهم مع بعض، مش بمسك الايد يعني. يعني عايز تداري على حاجه لما تقعد تمسك في ايديا بتداري على حاجه فيك؟ ما نتكلم مع بعض ونفهم بعض. زعل وقام مصدر، وامتها بره واخوها قاعدين في ايه في ايه زعلان ليه؟ قال لهم بنتكم كذا 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 وبتسحب ايدها. فقالوا لها ليه؟ ما تسيبي له ايدك. اهلها اعترضوا عليها انها بتسحب ايدها منه. قالت لهم لا انا مش حد ايدي لحد لغايه ما هم متجوز. قالت له انا لما اتجوز هبقى كل ملكك، لكن دلوقتي غير مسموح بالحاجات.
ماسك الايد. المهم فايه قال لها طب الكلام انت بتقوليه ده غلط، هم اختلفت مع اهلها ومعاه في تاخد راي مين؟ قالت لهم ابونا ابراهيم عبده، كلموني تعالى الحق الخطوبه هتبوظ. المهم رحت، ايه يا بنتي كذا كذا كذا، طب اسمع منك، سمعت منها، فلازم اسالها، طب انت ليه سحبت ايدك منه؟ يعني ده ماسكه ايد، يعني مش 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 حاطش ايده في حته وحشه ولا حاجه، ده ماسك ايدك يعني. ردت عليا رد، قلت لها هقولها في كل عظه، هقولها على المنبر، وبنت وحيده يعني متدلعه. انت عارفه ردت عليها قالت لي ايه؟ قالت لي ابونا ايديا دي غاليه مش اي حد يمسكها. ايديا دي ايه؟ غاليه. يا سلام على البنات، يا سلام على البنات المتربيه، ايديا دي غاليه مش اي حد يمسكها. مش تقلها له وتصور له نفسها وتديها له ولسه ما خطبهاش. قلت له ما ده لو خاطبها ما تعملش معاها كده، لو خاطبها عيب انها تعمل معاها كده، فهم بنتك الصح من الغلط. احبائي ناخد بالنا من بناتنا ومن ولادنا. سؤال ابونا، انا نفسي اقرب من ربنا، ابدا ازاي وانا طالبه في الثانويه العامه؟ سؤال جميل جدا. اقرب من ربنا، اتكلم معاه، اتكلم معاه في المخدع، اتكلم معاه من خلال ترنيمه اقولها وانا في البيت، وانا في الحمام بستحمى اقول ترنيمه، وفي القداسات في اجتماعات ابقى ربنا حاضر في حياتي، حاضر في ذهني، مشغوله به هو، مش مشغوله باي حاجه ثانيه غير مذاكرتي وغير بربنا الاول. من احب ابا او اما او اخا او اختا او زوج او اولاد اكثر مني فلا يستحق ان ابدأي انك انت تواظبي على صلاه المخدع وتواظبي على قراءه الانجيل. المسيح على المخدع قال للتلاميذ انتم الان انقياء بسبب ايه؟ الكلام الذي كلمتكم به موجود في الكتاب المقدس. الكلام اللي كلمنا به موجود هنا. مواظبتنا على قراءه الكتاب المقدس بتنقي الفكر وتنقي الحواس وتقدس الانسان. واظب على قراءه الانجيل كل يوم، واظب على المخدع، اتقرب من ربنا جدا. سؤال، عايز اعرف ايه حكمه ربنا في تاخر حاجه معينه او نفسي فيها؟ ايه الحكمه في ان في حاجه معينه ادخل كل مره في تجربه الموضوع يبقى ماشي، هو الجواز يعني، واكتشف حاجات وحشه والدنيا تبوظ؟ انا قلت له يا رب ليه بتدخلني في تجربه وحشه؟ ايه حكمتك في كده؟ ليه بتقول ان ربنا هو اللي دخلك؟ يعني لما يتقدم ليكي عريس، هل انت صليتي الاول وخدت راي ربنا العريس ده من ايده ولا مش من ايده؟ احنا بكل اسف لما العريس بيتقدم بندور هو شكله ايه، ماهيته ايه، عنده عربيه ولا ما عندوش، عنده شقه فين، مؤهله ايه، كلها حاجات ايه، معايير ارضيه بشريه. ماشي كويس مهم، لكن هل فكرنا بقى نطلب ونصلي من ربنا نقول طب ندي فرصه لنفسنا نصلي ثلاث ايام ونشوف ربنا عايز مننا ايه؟ محدش بيعمل كده. عشان كده الكتاب يقول الزوجه الفاضله هي من عند الرب، يعني من عند الرب، يعني حصل قبلها ايه؟ صلاه. والصلاه بتكشف كل حاجه. صدقوني الصلاه بتكشف كل حاجه في الوقت المناسب. فلما يتقدم لك عريس صلي ان ربنا يكشف لك كان ده من ايده ولا مش من ايده، لو من ايده الامور هتمشي كلها سلسه للنهايه وفرح. لو مش من ايده هيبعده عنك. لكن يجي عريس ونوافق عليه او نبقى فرحانين بيه من غير لا نصلي ولا ندي لربنا فرصه ان يقول لنا رايه ايه ونقول ربنا ليه دخلنا؟ ربنا ما دخلناش، احنا اللي دخلنا نفسنا في التجارب دي. سؤال، لو ليا واحده اخذت بلوزه مني ولما رجعتها غسلتها وحطيتها بميه مصليه، كده عادي ولا ايه؟ اه كده كويس، برافو عليك. انا دايما اقول ما تشحتوش هدومكم لحد يعرفكم، ما تسلفوش هدومكم لحد يعرفكم، ولا تاخدوا هدوم من حد تلبسوها وترجعوها تاني، مبدا مش كويس، لان احيانا بيعملوا اعمال فيها ويرجعوها لكم تاني. تضمنوا منين؟ ده مره اخت عملت لاختها عمل، اخت عملت لاختها عمل، تضمنوا منين؟ هدوم بالذات ما ناخدهاش، ما نديهاش لحد، ولا ناخد هدوم من حد نلبسها. نمره واحد. نمره اتنين، يستحسن ما نشربش حاجه غامقه من ايد حد غريب ما نعرفوش، شاي، قهوه، نسكافيه، بيبسي، كولا، ولا الاكل. اسمعوا الكلام مش كلام انا، ارجعوا لميخا النبي اصحاح 7 ايه 5. ميخا النبي اصحاح 7 ايه 5 يقول لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق، واحفظ ابواب فمك عن المضطجع في حضنك. ربنا اللي خلقنا بيقول لنا كده، فما ندوش الامان كامل يعني. سؤال بيقول كل من سألك اعطيه، ومن اراد ان ياخذ ثوبك فاعطيه
له رضا ايضا. لو اقدر الموضوع مع حد اكتر من مره، هل كده صح ولا لازم اكون حكيم؟ لو واحد محتاج وطلب منك اديله، لو جه الشهر اللي بعده طلب منك ما هو محتاج، يبقى المفروض هياخد كل شهر حاجه. لكن لو كل ما يشوفك يطلب منك، ده محترف شحاته مش محتاج. هقولها تاني، لو واحد كان محتاج وطلب منك بيديله مره خلاص، بعد كده بينكسف يطلب تاني. ولو كل شهر مره وماله، امال هيعيش ازاي؟ لكن لو كل ما يشوفك او يشوفك يطلب منك، معناها ده انسان ايه؟ محترف شحاته. مره واحد من الطرائف اللي قابلتني في الحكايه دي، مره واحده ست جت قالت لي يا ابونا، معاها بنت في اعداديه، مش صغيره، فقالت لي يا ابونا يعني انا مش طالبه منك حاجه كتيره، احنا عندنا الغموس الحمد لله، احنا بس محتاجين تمن العيش. شوف طريقه الطلب تقطع القلب، تحسك اللي بيشحت ده مش شحات، لا ده فعلا محتاج للقوت الضروري، احنا مش محتاجين غير تمن العيش بس، احنا عندنا الغموس الحمد لله. انا بكل تلقائيه ومن غير تفكير حطيت في جيبي لحظها السيء، ما لقيتش في جيبي غير 5 جنيه. 5 جنيه كويسه اجيب لها عيش يكفيها النهارده. فدت لها 5 جنيه وقلت لها انا اسف ما معيش في جيبي غير دي، فتعالي لي بكره الكنيسه وان شاء الله هشوف طلباتك ايه. وده راحت ماسكه فيها لقيتها 5 جنيه. صدقوني انا كنت قاعد في العربيه، راحت رميها لي في حجري، رمتها لي رمي كده في حجري، خليها لعيالك بإهانة كمان، يعني أقول أنا آسف معيش 5 جنيه وتعالي بكرة، راحت رميها لي في حجري خليها لعيالك. يبقى دي إيه؟ كشفت نفسها، عرضت نفسها إنها محترفة. قلت لها خدت البتاع 5 جنيه وبس، بوستها حطيتها في جيبتها، فعلا عيالي أولى بيها. هتطلع 10 جنيه واديها لي، امشي من قدامي بدل ما أعمل لك فضيحة، امشي. خافت مني وريت لها الوش الثاني. شوفوا دي محتاجه، دي محتاجه. واحده ثاني جت قالت لي يا ابونا احنا محتاجين اي المستوى الحد الادنى من المعيشه، محتاجين ناكل ونشرب بس، اي حاجه ان شاء الله، عيش وجبنه. طب حاضر، انتوا عنوانكم فين؟ وانا هبعت لك كل اللي انت عايزاه. خدت العنوان بتاعها، رحت واخد طالب اخو المدام، اخصائي اجتماعي كبير يعني. فرحت قلت له ارجوك، وامين خدمه، قلت له ارجوك روح العنوان ده وشوف لي احتياجاتهم بالظبط ايه، وبكره الصبح بكره ضروري عشان مش عايزين نتاخر عليهم. قال لي حاضر. كانت المفاجاه بقى ايه؟ لقى عندهم عماره ملك في عين شمس، وهو الراجل جوزها عمل نفسه البواب بتاع العماره عشان ياخد تبس من كل العماره، وجاي تطلب مني تاكل وتشرب. عمارة ملك وبيع العمارة شقق تمليك، وكمان محطت نفسه البواب بتاع العمارة، وده عايزة تاكل وتشرب. فمش أي حد يطلب منك كده تديله إلا ما تكون عارف، لو حاجة بسيطة 5 جنيه ولا جنيه ولا بتاع ماشي، من طلب منك فلا ترده. لكن لو بقى واحد محترف لازم نفرز، يبقى عندنا إفراز وحكم. سؤال، أنا متزوجة في بيت عيلة، وأم زوجي وأبوه بيتحكموا فيا وفي بيتي وفي جوزي ذات نفسه، بيهنوني وجوزي قابل وسايبهم بيعملوا فيا، وانا مش متحمله وانا حامل، وبيرفضوا وجود اهلي في بيتي وبيكرهوهم. انت كلامك مش هشك فيه، لكن انت السؤال اللي عايز اساله، بيكرهوكي ليه وانت مرات ابنهم وعايشه معاهم في نفس البيت؟ بيكرهوكي ليه؟ انت اتجوزتي خلاص ابنهم، ممكن ترد عليها بيكرهوكي ليه؟ انا هقول لك، انا ارد عليك، انا أكيد معاملتك لهم معاملة مش محترمة، ما بتعاملهمش بحب، بتعاملهم بأنافة، بتعاملهم بقلاطة، بتعاملهم بجفا، ودول أب وأم فبيعملوا معاكي كده. ومش عايزين أهلك يجوا ليه؟ عشان أهلك هم اللي ربوكي التربية دي. لكن لو كنت بتعاملي حماتك إنها أمك وحماكي هو أبوكي، وتعامليهم بحب حقيقي واحترام، وتبقي معاهم كده وشايلهم فوق راسك، هيعملوا إيه؟ ده لو جوزك زعلك هم اللي هيشخطوا فيه ويزعلوه على يدافعوا عنك. الحب الحب الحب، الكتاب المقدس يقول المحبه قويه كالموت، لا تستطيع الانهار الجاريه ان تغمرها.
عاملي حماكي وحماكي بحبك طالما قبلتي من الاول تعيشي معاهم. انا برفض رفض قاطع ان الواحده تتجوز تقعد مع حماتها او حماها تماما، لان هي الواحده وجوزها يقدروا يتكيفوا مع بعض، زعلوا اتخانقوا عملوا يتكيفوا، لكن في وجود الاب والام قاعدين راصدين التصرفات. يعني مثلا لو ابنهم قال لك اعملي كوبايه شاي تقول معلش قومي اعمل لنفسك، هو لو انت معاه في بيت لوحدكم ممكن يقبلها وخلاص، لكن في وجود اهله، اهله نفسهم مش هيقبلوا. وانت ما تعمليش ليه؟ لا قومي اعملي له، هو انا الخدامه؟ ايوه انت الخدامه، انت فاكره نفسك ايه؟ دب 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 من اللي جبته لنفسي. فانا بقول دايما الواحد ما تقعدش مع حماها ولا حماتها، اقعدي ان شاء الله في اوضه على السطح بس لوحدكم غير ما تقعدوا في بيت عيله. نصيحه، سؤال انا هقراها زي ما هو من اجل الامانه. باسم الثالوث القدوس الى احن اب في الدنيا ابويا قدس ابونا ابراهيم، انا محتاجه لقدسك جدا في موضوع يخص صديقه ليا، حكت لي على مشكلتها، قلت لها ان ربنا انعم علينا باب حنين بصلاته واكيد ربنا هيمد ايده والامور هتتغير. ايه المشكله؟ هي متزوجه منذ 8 سنوات من شخص اسمه كذا، هي خريجه كذا، بتعمل مندوبه كذا، عمرها 30 سنه. للاسف بعد الزواج اعتمد جثه على فلوسها وترك عمله، واكتشفت علاقات ليه على الفيسبوك. ارتباطه بامه غير طبيعي ودلعها ليه جعله شخص غير مسؤول، غير متحمل مسؤوليه. كان هناك خلافات كتيره اخرها انفصالهم من شهر 12 الماضي. بعدها خطف اولادها ورفعت عليه قضيه ورجعتهم بحكم المحكمه. هي ابونا مش عارفه تعمل ايه، طب ما عملت. مش عارفه تعمل ايه بعد ما رفعت قضيه قدامت الاولاد ووصل الامور للمحاكم. جاي تاخدوا راي ابونا دلوقتي بعد المحاكم؟ ما انتوا سوقتوا وعملتوا شرخ كبير جدا. لما ست ترفع قضيه على جثه، لما تيجي الكنيسه تخش في الموضوع، الموضوع صعبوا الموضوع على الكنيسه في حله. هي اشتكتني وخدت العيال مني بالعافيه وانا هاخدهم منها بالعافيه لما يكبروا وهيخشوا في تحدي مع بعض. احنا مش بتوع كده يا اولادي، مش بتوع محاكم والحاجات دي مش بتاعي. هي بتصلي على امل انه يتغير. بعد ايه بقى؟ المستقبل بالنسبه لها مجهول. تحتاج لي كلمه من قدسك. بصوا يا اولادي هقول لكم على حاجه. عمر ما الامور الزوجيه الاسريه تتحل بالمحاكم. عمر ما المحاكم حلت مشكله اسريه. اللي يحل المشكلات الاسريه التفاهم والود والاحترام. من الاول في مشاكل ندخل ابونا في المشكله، لو احنا مش قادرين نحلها ندخل ابونا. من الاول قبل ما تكبر تكبر تكبر، احنا في ناس بتستنى لما المشكله تتفاقم تتفاقم وتوصل لمحاكم، وبعد المحاكم نقول ايه رايك يا ابونا؟ طب ما انتوا عقدتوا الامور، ومع ذلك في حل. في حل. هي تصلي ان ربنا يغير قلبه ويغير قلب امه، وهي تتغير في طريقه معاملتها ليه، لان ممكن تكون عدم شغله وفلوسها هي حست انها اللي بتصرف عليه، فبدات تتعامل معاها معامله بتعالي ما استحملش. بص انا ما بحكمش من طرف واحد، لكن انا بتخيل ايه اللي بيحصل يعني. لكن في حلول يعني، بس انا مش هقدر اقول لك دلوقتي اقدر احل. انا ما كنتش هقول بس هضطر اقول لكم. انا في صلواتكم مسافر امريكا يوم الخميس الجاي، والخدمه سيدنا انبا مايكل هناك هذا الاسقف المحبوب المتضع دعيني لخدمه عنده في امريكا لمده شهر واسبوع. انا قلت له شهر فهو زودهم اسبوع ماشي، فهرجع ان شاء الله رب وعيشنا يوم 24. بس انا كلفت نهاد والاستاذ مجدي الاستاذ عزت والخادمات يبقوا حاضرين الاجتماع معاكم، والاباء الكهنه بتوع الكنيسه ان شاء الله هيبقوا موجودين معاكم، هكلمهم واتفق معاهم على ان كلمت بعضهم المتواجدين معاكم، فاحبكم تبقوا موجودين برضو الاجتماع. هقول لهم عن النظام ايه وربنا يكمل ان شاء الله. وصلوا لي ارجع لكم ان شاء الله بالسلامه يعني. بعد ما ارجع ان شاء الله يا بنتي كلميني وانا اطلبه واجيبه ونخلص الموضوع ان شاء الله. ياما حاجات اتحلت. سلام يا ابي الغالي، كنت مرتبطه بعد كل شويه بيخون مع حد ويكلم بنات كتير ولسه عايز يرجع لي، ومخلي اب كاهن وراهب يكلموني ويعني عايزينها ترجع تاني ويضغطوا عليا، اعمل ايه؟ ايه رايكم انتوا تعمل ايه؟ ترجع له ولا بلاش؟ اللي موافق انها ترجع له يرفع ايده، اللي مش موافق انها ترجع له انتوا رايكم الصح.
ترجع له زي اما عينه زايغه يا بنتي. امام دلوقتي هو لسه ما اتجوز كيشي بيبص لغيرك، بعد ما يتجوزك ويمتلكك هيعمل ايه يعني؟ لازم هو يتوب الاول ويعرف طريق ربنا ويبقى عينه شبعانه ويبقى مقتنع بيكي عشان ما يبصش لغيرك.